أؤكد أن اللائحة النهائية اللي يعني للناخب الوطني وليد الركراكي يعني صباح اليوم بخصوص المنتخب الوطني المغربي المشارك في مونديال قطر، يعني جاءت لائحة متوازنة نسبيا بالنظر للأسماء يعني اللي تم اختيارها والمنادات عليها تتمثل سواء يعني البطولة الاحترافية يعني رضا التكناوتي ويحيى جبران حتى عطيات الله يمكن نضيفوا لهم أيضا داري أو اللاعبين الممارسين في الدوريات الأوروبية. عموما أن اللائحة متوازنة باستثناء يعني بعض يعني يمكن أن نقولوا مفاجآت كبلال الخنوس يعني الملتحق يعني الظهور الأول ديالو في المنتخب الوطني المغربي، أيضا عودة عبد الرزاق حمد الله يمكن نلخصوا هذه يعني الواقعة أن وليد الركراكي ربح الرهان قبل السفر إلى قطر باستدعاء عبد الرزاق حمد الله بحكم أن يعني المنادات ديال الشعب المغربي ولا الجمهور المغربي بصفة عامة كان يطالب عودة حمد الله، الشيء يعني اللي رد خليه وليد الركراكي، والجماهير المغربية عموما تعول وتمني النفس أن يكون واحد الظهور مشرف على عبد الرزاق حمد الله وباقي الأسماء أيضا عودة يعني زياش المكانة ديالو داخل المنتخب. كل هذه يعني العناصر يمكننا تخلي المنتخب الوطني المغربي يبان بواحد الظهور اللي هو تيشرف الكرة المغربية. شفنا الصفوف ديال المنتخب الوطني المغربي متكاملة يعني لحسن الحظ ما كانوش الغيابات اللي مؤثرة، شفنا منتخبات عالمية عانوا من الإصابات وغياب ديال النجوم ديالهم في هذا الاستحقاق. الخطوط متوازنة سواء في الدفاع حراسة المرمى او وسط الميدان، يعني يمكننا نسجلوا ايضا يحيى جبران اللي بين وكان جاور وليد الركراكي في السنوات الاخيره في فريق الوداد البيضاوي، يعني عناصر خلات الركراكي يقتنع باداءات يحيى جبران، خصوصا ان سفيان المرابط هو الوحيد اللي تيشكل وتيلعب يعني الريكوبيراتور او المسترجع ديال الكرات في وسط الملعب. يعني لا قدر الله ان كانت اصابه ديال المرابط ولا احد اللاعبين ديال يعني الخط الوسط الدفاعي غادي يعتمد على يحيى جبران، يعني كلها كما قلت عناصر يمكننا نلخصوا ان المنتخب الوطني المغربي ولائحه متوازنه. اذا فيما يخص لائحه المنتخب الوطني اللي غتشارك في مونديال قطر، اظن ان اللائحه ما فيهاش مفاجاه الا باستثناء اللي كنادى عليه الشعب المغربي والجمهور الرياضي وعشاق المنتخب الوطني هو اللاعب حمد الله. حمد الله كان بالامكان ديالو انه يكون ضمن اللائحه الرسميه وكان منتظر انه يكون غير كثرت القال والقيل، ولكن كان منتظر ان حمد الله يكون في اللائحه على غرار بحال اللي وقع الجياش وقع عدد من اللاعبين فعاد المدربين السابقين الناخبين الوطنيين السابقين. التشكيله انا اتاسف عن غياب حارس في المستوى حارس عملاق اللي هو حارس زنيتي، فالناخب الوطني انه اشر على انه المنادات على العناصر اللي جاهزه، في حين ان هناك عدد من العناصر اللي غير جاهزه للدفاع عن القميص الوطني بلا ما نقول سميتها. تكلم على حمد الله، تكلم على حمد الله بانه كيمارس في الدوري السعودي، ولكن هذا ماشي مبرر، لان حتى الحارس منير المحمدي هو الاخر كيمارس في الدوري السعودي. هناك غياب ديال واحد القناص لربما انه يساعد في خلق المفاجآت وخاصه في لاكوب دي مون اللي هو سفيان الرحيمي لاعب اللي كيلعب في الامارات. فبطبيعه الحال غياب ديال سفيان الرحيمي والحضور ديال يحيى جبران اللي كثر عليه تا هو القال والقيل، يحيى جبران هو اهل للدفاع عن الالوان المنتخب الوطني وخاصه في المكان المخصص اللي هو ميليو تيران، لان يحيى جبران عنده في رجلو كما كيقول المثل الدارجي عنده في رجلو، لان شارك في عدد من شارك في البطوله في جميع الملتقيات خاصه كشامبيونز ليغ افريك وشارك مع فريق الوداد البيضاوي لانه غيفرض الوجود. هناك ثلاثه ديال العناصر ما يمكنش نسميهم، الجمهور عارفهم، الراي العام عارفهم، هما انهم ما عندهمش المكانه ديالهم في المنتخب الوطني، فكان بالاحرى انه يتم المنادات على عنصرين اللي مهمين اللي هو الزنيتي وسفيان الرحيمي.
يعني بالنسبه للتشكيله اللي اختارها وليد الركراكي، فملي تجي تشوف هذيك 26 لاعب فهي تشكيله متزنه، بعيده على العاطفه وبعيده على الوجهيات كيف ما تنقولوا احنا بالدارجه عندنا. هذيك هي ابرز اللائحه وابرز الاسماء اللي كاينين في المنتخب المغربي، ما يمكنش تجيب شي وحدين اخرين. المفاجاه كانت هي غياب ماي، وحنا تنعرفوا بانه مهاجم قوي، ولكن على العموم في اطار انه هذا النقاش كامل اللي تيروج، فبالنسبه لهذه التشكيله اللي كاينه فممكن ما تنقول انا بالنسبه ليا ما كاينش ما احسن منها. واضح عندنا 11 لاعب اللي غادي تلعب رسميه، وواضح كذلك حتى الاحتياط اللي غادي يكون عندهم. غياب رحيمي وماي تيثير واحد الجدل شويه، ولكن على العموم نقدر نقول بانه تشكيله مناسبه، وإلا خدمنا بعقلنا ودخلوا اللعابه بالعقليه ديال المنافسه وبانهم فريق كبير وبانهم فريق عنده واحد الوزن افريقيا وعالميا، فكونوا على يقين بانه غادي يكون عندنا سيناريو متكرر ديال روسيا 2018. فكونوا على يقين بانه غادي يكون عندنا سيناريو متكرر ديال مونديال روسيا، واللي للاسف خرج عندنا فيه الفار وبوحدوس. اكيد لانه الجميع كان ينتظر هذه المناسبه باعلان وليد الركراكي على لائحته اللي غيخوض بها غمار مونديال قطر 2022، اللي بالمناسبه كنتمنى ان المنتخب الوطني المغربي يمشي فيه لابعد النقاط. عموما بالنسبه لنا كتبان على انه تشكيله متوازنه. وليد اختار يعني الوقت ديالو الكامل واستانس يعني نسبيا باللاعبين. كنعرفوا وليد في مساره كلاعب كمدرب كذلك يعني عنده قراءه تقنيه و يعني يصاحب كذلك اللاعبين، وبالتالي النظره ديالو كانت متوازنه في الكشف على اللائحه اللي غياخذ بها الغمار دفاعيا. الفريق المنتخب والعناصر اللي استدعاها فهي حاضره وابانت على علو كعبي ديالها، كذلك الوسط الميدان. المناسبه والخبر المفرح هو عوده حمد الله، واللي بان من خلال يعني السيناريوهات الاخيره والاخبار التي تناقلتها للصحف والجرائد، لان حمد الله كان يعني بنسبه كبيره غادي يرجع للمنتخب، غادي نشوفه في مونديال قطر 2022. رسالتي الحمد لله، فهذه مناسبه وهذه فرصه فخصو ينقض عليها بالنواجد من اجل اثبات الذات ومن اجل افراح الجماهير المغربيه اللي تشبتت بهذا الاسم كلاعب يقود هجوم المنتخب المغربي الى جانب النصيري ولاعبين اخرين. فقط الواضح انه غياب ماي او الاخوه ماي كان غير مبرر نسبيا. عموما هذه التشكيله كتبقى او لائحه كتبقى عندها حدود ديالها. المنتخب مقبل على مواجهات قويه وقويه للغايه. مساله العبور هي مطمح ديال جميع المغاربه، وكنتمنى انه يحققوا المنشود وانه المنتخب يعني يقدم اداء مميز في واحده من المسابقات الكبرى كرويا بالعالم.